تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية المدنية النموذج الثاني، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. لدينا العبارات، نرى إن كانت صحيحة أم خطأ. أولا، من آداب الأكل تكبير اللقمة. إذا من آداب الأكل تكبير اللقمة، أحسنتم. خطأ، من آداب الأكل تصغير اللقمة وليس تكبيرها. الأغذية السكرية والدسمة صحية. الأغذية التي فيها السكريات والدسم صحية، معناها مفيدة للجسم. أحسنتم. خطأ كذلك. الأغذية السكرية غير مفيدة للجسم، غير صحية، كذلك الدسمة. أغسل السيارة بالحنفية مباشرة. معناها إذا أردت أن أغسل السيارة أستعمل الماء مباشرة من الحنفية. خطأ، هنا تبليغ للماء. ماذا أستعمل؟ أحسنتم، أستعمل الدلو والمنشفة من أجل غسل السيارة وليس مباشرة من ماء الحنفية. نواصل، للحفاظ على سلامة الجسم من الأمراض، لكي نحافظ على جسمنا من الأمراض، ماذا يجب؟ يجب أن نغذيه تغذية متوازنة. أحسنتم، صحيح. الأغذية المكشوفة في الشارع، الأغذية الموضوعة في الشارع والغير مغطاة في الشارع، ليست أطعمة ملوثة. خطأ، هي أطعمة ملوثة، إنها غير مغطاة، موضوعة في الشارع. نواصل، الإفراط في الأكل، كثرة الأكل، يحفظ الجسم من الأمراض، يقينا من الأمراض. خطأ، بل يسبب لنا الأمراض الإفراط في الأكل. إذن خطأ، الإفراط في الأكل، أكل بكثرة يسبب لنا الأمراض، لا يحفظنا من الأمراض. إذا نراجع، من آداب الأكل قلنا تصغير اللقمة وليس تكبيرها، تكبيرها خطأ. أغذية السكرية والدسمة غير صحية، صحية خطأ. أغسل السيارة باستعمال الدلو وليس من الحنفية مباشرة، مباشرة من الحنفية خطأ. للحفاظ على سلامة الجسم من الأمراض يجب أن نغذيه تغذية متوازنة، صحيح. الأغذية المكشوفة في الشارع كذلك هي أطعمة ملوثة، ليست أطعمة خطأ. والإفراط في الأكل يسبب لي الأمراض، يحفظ الجسم من الأمراض، خطأ. ننتقل إلى التمرين الثاني، اربط كل عبارة بما يناسبها. لدينا عبارات، نربط بالعبارة التي تناسبها. نقرأ العبارات، المشروبات الغازية تسبب، التغذية المتوازنة، السمنة سببها، فقر الدم سببه، جهة مقابلة، الإفراط في الأكل، نقص في التغذية، خطر على الصحة، تقي الجسم من الأمراض. إذا نربط كل عبارة بما يناسبه. إذا المشروبات الغازية غذاء غير صحي، يسبب، أحسنتم، خطرا على الصحة. التغذية المتوازنة، معنى التغذية الصحية المفيدة للجسم، جيد، تقي الجسم من الأمراض. التغذية المتوازنة تقينا من الأمراض وتحفظ الجسم من الأمراض. السمنة، مرض السمنة سببه، هل هو الإفراط في الأكل أم نقص في التغذية؟ السمنة سببها، جيد، إفراط في الأكل. إذن السمنة سببها الإفراط في الأكل. بينما فقر الدم سببه، أحسنتم، نقص في التغذية، كلاهما مرضان. إذن فقر الدم والسمنة مرضان، الأحد السمنة سببه الإفراط في الأكل، كثرة الأكل، فقر الدم سببه نقص في التغذية. إذن نراجع، المشروبات الغازية تسبب خطرا على الصحة، التغذية المتوازنة تقي الجسم من الأمراض، والسمنة سببها الإفراط في الأكل، فقر الدم معناه وجود الدم بكمية قليلة في الجسم أو غير كافية سببه نقص في التغذية. التمرين الثالث، أكمل الفراغ بما يناسب. لدينا كلمات، التسوس، البدانة،
أغذية ملوثة، انتقال الجراثيم، التسمم الغذائي إلى نصائح الطبيب. كلها كلمات ولدينا عبارة أو جمل. تعتبر الأغذية، نعيد قراءة الكلمات، التسوسي، البدانة، أغذية ملوثة، انتقال الجراثيم، التسمم الغذائي إلى نصائح الطبيب. إذن تعتبر الأغذية المكشوفة في الشارع، رأينا في التمرين السابق، أحسنتم، أغذية ملوثة. الأغذية المكشوفة في الشارع هي أغذية ملوثة غير صالحة للاستهلاك. نواصل. إهمال غسل الأسنان، معنى عدم غسل الأسنان بانتظام، يؤدي إلى، أحسنتم، تسوسها، إذن إلى التسوس. إهمال غسل الأسنان يؤدي إلى التسوس. الإفراط في الأكل، كثرة الأكل، يسبب، أحسنتم، مرض البدانة أو السمنة. نواصل. تناول الأغذية المنتهية صلاحيتها، إذا الأغذية التي انتهت صلاحيتها أصبحت غير صالحة للاستهلاك، إذا تناولناها يؤدي إلى، أحسنتم، التسمم الغذائي. يجب عدم تناول الأغذية التي صلاحيتها انتهت. إلا للحفاظ على صحتنا علينا الاستماع إلى من؟ جيد، إلى نصائح الطبيب. إذن للحفاظ على صحتنا علينا الاستماع إلى نصائح الطبيب. وأخيرا عدم غسل اليدين، إذا لم نغسل يدينا قبل الأكل وبعده يؤدي إلى، جيد، انتقال الجراثيم إلى جميع أعضاء الجسم، إذا انتقال الجراثيم. لهذا يجب غسل اليدين قبل الأكل وبعده لانتقال الجراثيم. نراجع الجمل. تعتبر الأغذية المكشوفة في الشارع، الأغذية الموضوعة في الشارع والغير مغطاة، هي أغذية ملوثة غير صالحة للأكل أو الاستهلاك. إهمال غسل الأسنان يؤدي إلى التسوس. إفراط في الأكل يسبب لنا مرض البدانة أو السمنة. تناول الأغذية المنتهية صلاحيتها كذلك يسبب لنا التسمم الغذائي. للحفاظ على صحتنا، ماذا يجب علينا؟ الاستماع إلى نصائح الطبيب. وعدم غسل اليدين كذلك يؤدي إلى انتقال الجراثيم إلى الجسم. التمرين الرابع. ينبغي للإنسان أن يتقيد بالعادات الحسنة في الأكل. للإنسان يجب أن يطبق عادات حسنة أثناء، بعد وقبل الأكل. أذكر اثنين منها من العادات الحسنة التي يجب أن يقوم بها الإنسان. إن لدينا قبل الأكل، أثناء الأكل وبعد الأكل. قبل الأكل يجب أن أغسل يدي قبل الأكل، أقول بسم الله، أصغر اللقمة، المضغ الجيد، كذلك عدم السرعة في الأكل، كلها عادات حسنة يجب التقيد بها. إذا نذكر اثنين، أقول بسم الله، المطلوب هو اثنين فقط، بسم الله قبل الأكل، كذلك المضغ الجيد. إذا نعيد بعض العادات الحسنة التي يجب التقيد بها، قلنا أقول بسم الله، أغسل يدي قبل الأكل وبعده، أصغر اللقمة أو تصغير اللقمة، المضغ الجيد، وعدم السرعة في الأكل. إذا اخترنا اثنين، طلبوا منا اثنين، أقول بسم الله، ثانيا المضغ الجيد. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد.
إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.